بركاته، معاكم زميلتكم زينب يسري من تيم اور كورس. الريفيجن ده عن محاضرة تانية في الفارما، هي طبعا طويلة جدا جدا جدا، بس حاولنا نختصر الموضوع شوية وناخد اللي احنا عايزينه بحكايات برضه عشان نثبتها في دماغنا، لانه الام سي كيو برضه هيجي كلمة على كل حاجة. طيب احنا عندنا المحاضرة التانية في الفارما بتتكلم على الانتي كواجلانت او الحاجات اللي بتمنع التجلط. طيب احنا عندنا كذا محاور في المحاضرة التانية دي، عندنا حاجات بتتكلم على الانتي كواجلانت، وعندنا حاجات بتتكلم على الانتي ثرومبس او الحاجات اللي هي بتمنع البليتلت او يعني الاجريجيشن بتاع البليتلت، تكوين البليتلت كده، وعندنا حاجات كمان الفايبرينوليتكس، الفايبرينوليتكس او البلازمينوجين اللي هي بتاعت بتحلل بقى الجلطة اللي اتكونت. طيب اول حاجة هنا عايزين نعرف ايه. طيب عندنا اول حاجة الانتي كواجولانت، عايزين نعرف ان هي بتمنع الاكسبانشن بتاع الثرومبس. يعني ايه؟ يعني هي الجلطة متكونة عادي جدا، بس هي بتمنع انها تنتشر وكده، لذلك هي ملهاش تأثير على الجلطة اللي هي اوريدي اتكونت. ماشي تمام، الحاجات دي يعني زي هنتات كده. يبقى اول حاجه عندنا هي بتمنع الانتي كواجلانت، بتمنع الاكسبانشن بتاع الثرومبس، وكمان ملهاش تاثير على الجلطه اللي اتكونت اصلا. طيب على عكسها بقى الفايبرينوليتكس، الفايبرينوليتكس بتقلل السايز بتاع الثرومبس. يعني هي عندنا ثرومبس، هي بتقلل السايز بتاعها هي عن طريق انها بتحللها. طيب لكن الانتي كواجلانت لا، دي بتمنع اصلا الاكسبانشن بتاعها. طيب عندنا حاجتين في الانتي كواجلانت، حاجات بارنتال وحاجات اورال، اللي هي بناخدهم يعني انجكشن يعني، وحاجات اورال تابلتس، تابلتس يعني. طيب المهم عايزين برضو نعرف حاجه، ان البارنتال هي رابيد اونست وشورت ديوريشن، طب الاورال لا، هي سلو اونست ولونج ديوريشن. طيب البارنتال كده انا مسكمهم في حاجه، هي كان عندنا طبعا اللي هو الهاي ريدين، الهاي ريدين وباي فاليرودين ومش عارفه هيبارين والارجاتروبان والفوندا بارانوكس، اسامي كده يعني ما علينا، احنا يعني نشوفهم كده مش لازم نحفظهم، احنا نشوفهم بالشكل كده. فانا مسكنهم في ايه، فهاي ارجاترو، هاي ارجاترو ده واحد يعني، ارجاترو ده ولد او راجل يعني، هاي ارجاترو هيدي بال لهبه وفونتا باي، هو بتقول له هاي هاي ارجاترو ادي بال لهبه وفونتا باي، هاي باي تمام، هاي باي اللي هي بتاعت هاي ريودان وباي فاليرودان، يبقى هاي وباي. طب هيبرين اللي هي هبه يعني. طيب فوندا بارانوكس دي اللي هي فونتا، تمام، ما فيش حاجه غيرها اصلا في الدرس كله غير فونتا دي. طب الارجاتروبان لا، هو واحد اسمه بقى ايه، ارجاترو، ارجاترو هيدي بان لهبه وفونتا. ما علينا، هنتكلم عن الهيبرين. الهيبرين بيبقى طبعا حامل نيجاتيف تشارج، بس هي مش مذكوره في الدرس، ولكن ما علينا يعني انه ايه، هنستخدمه يعني في موضوع الانتي دوت اللي هو بتاع بروتامين سلفيت، هيعمل له بوزيتيف، هو البروتامين بوزيتيف فهو هيتلم حواليه الهيبرين، وهنعمل له اكسكريشن بقى خالص لما يحصل توكسيستي من الهيبرين ده. ما علينا، الهيبرين ده بناخده ايه، بناخده اي في او سبكوتينوس، ما ينفعش ناخده اي ام علشان ما يعملناش ثرومبس، ثرومبس ايه، هيماتوما. طيب يبقى احنا بناخده ايه، بناخده اي في او سبكوتينوس، وما بناخدوش اي ام عشان ما يعملناش هيماتوم. تاني حاجه هو بيبايند مع البلازما بروتين، تمام. بعد كده بيقول ان هبه دي محترمه، مش بتروح لحاجه يعني، مش بتروح لحاجه ما تخصهاش، ما بتروحش ولا للمخ ولا للبلاسنتا. يعني ايه، هي اصلا مش بتعدي البلاد برين بارير ولا بتعدي البلاسنتا، تمام، وكمان مش بتخرج في الملك. فهي هبه دي بتعمل ايه، بتحافظ على ابنها الجنين ده. ازاي؟ ان هي ما بتعديش البلاد برين بارير، الهبه يعني حتى يعني مش بتعدي في الانسان، في الانسان ذات نفسه يعني، هي مش تروح تعمل حاجات في المخ، مش هتعمل توكسيسي في المخ. ده يعني بتخاف على نفسها شويه، وبتخاف على جنينها ازاي، ان هي ما تعديش البلاسينتا ولا بتعمل اكسكريشن في الميلك. طيب الميكانيزم بتاعه بقى، الهيبرين ده بيفاسيليتيت الاكشن بتاع الانترومين 3، الانترومين 3 ده اللي احنا كنا واخدينه في ناتشرالي في الفيسيولوجي، ان هو انتي ناتشرال انتي كواجلانت، يعني هو موجود في جسمنا، فهو بيفاسيليتيت الاكشن بتاعه. طب الانترومين ده كان بيعمل ايه، كان بينهبت الكروتين فاكتور اللي هي كانت 2 وكانت 9 و10 و11 و12، تمام. يبقى هو هيعمل ايه، هيفاسيليتيت الاكشن بتاع الانترومين 3 اللي كان بيعمل ايه، انترومين 3 كان بينهبت الكروتين فاكتور 2 و9 و10 و11 و12. طيب خلصنا دول، حاسه ان انا معكوكه قوي، ما علينا. طيب بعد كده عندنا ايه تاني، عندنا احنا بنراقب هبه دي ازاي، هبه دي احنا بنراقبها عن طريق حاجتين، بالسي تي او الاي بي تي تي. طيب السي تي اللي هو الكلوتينج تايم، والاي بي بي اللي هو اكتيفيتور او اكتيفيتنج مش عارفه بارشيال ثرومبلاستين تايم. طيب
احنا كده راقبنا هبه ازاي؟ راقبناها عن طريق احد تاني، يا اما الكلوتينج تايم يا اما اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده هنراقبهم بيها. طبعا في بقى دوس كده اللي هو السي تي، ده النمره بتاعه من 5 لـ 7 مينت، وهيبارين ده بيزود البرونج تايم بتاعه، بيخليه من 2 لـ 3 مرات، يعني نضرب بقى من 2 لـ 3 في 5 و7، ده يعني من 5 لـ 7 دقايق احنا نضرب في 2 أو 3 عشان نشوف ال اسمه ايه الاكشن بتاع الهيبرين في جسمنا. طب هو لو زاد عن الوقت اللي هو اصلا بيعمله، طيب لو لقينا ان احنا هو عدى الوقت المطلوب ده كده حصل توكسيستي منه. طيب هنا خلاص عرفنا هو بيعمل ايه، الميكانيزم بتاعه، عرفنا ان احنا بنراقب هبه دي ازاي. بعد كده طب هي لو زادت بقى عن حدها هتعمل ايه؟ هتعمل هيموريدج او بليدنج وحساسية الرجي. طيب بعد كده من ضمن الحاجات التوكسيستي بتاعت الهيبرين بيعمل حاجات كتير قوي، عرفنا ان هو بيعمل هيموريدج وبيعمل هايبر سنسيتيفيتي اللي هي حساسيه، وكمان بيعمل الوبيشيا وبيعمل اوستيوبوريسيس وبيعمل ثرومبوسايتوبينيا وحاجات كتير كده. المهم احنا هنعرفها ازاي؟ ان الهبه دي جالها نزيف وعندها حساسيه عاليه وشعرها وقع يا عيني وعظمها اتكسر والبليتلت اللي فيها قلت اللي هي ثرومبوسايتوبينيا، يبقى الهبه دي ايه؟ طيب هبه جالها نزيف هيمرج وحساسيه عاليه هايبر سيفتي وكمان شعرها وقع الوبيشيا وعظمها متكسر اللي هو اوستيوبوريسيس والبلت بتاعتها قلت عن طريق اللي هي لو حصل لها يعني ثرومبوسايتوبينيا. طيب احنا هنعالج التوكسيسي بتاعها ازاي؟ بالبروتامين سلفيت. هنحفظها ازاي؟ هبه بروتا بروتا، هبه دي بنت بروتا شويه، فهي هبه بروتا بروتا يعني اللي هي بروتامين سلفيت. طيب بعد كده جالنا سبتايب تانيه من الهيبرين عشان نحاول نقلل الحاجات الكتير السايد افكت اللي بيعملها دي. عملنا ايه؟ احنا لقينا ان الهيبرين ده موجود في الموليكولار ويب بتاعته في الحاجات اللي احنا بنستخلصها منها. طيب بعد كده لقينا ان هو في فاريبل في الموليكولار ويب بتاعه، لقينا يعني كبير وصغير مش عارفه ايه. طب احنا عايزين بس حاجه سيلكتيف على فاكتور 10 بس، لقينا ان الحاجات اللي ليها لو موليكولار ويت هي اللي بتبقى سيلكتيف على فاكتور 10 بتروح تنهبت فاكتور 10 يعني اللي كان بيعمله اصلا. احنا كنا بنروح بنكتف الانتروم 3، الانتروم 3 ده كان بينهبت فاكتور كتير جدا يعني. فبعد كده احنا لقينا ان اللو موليكولار ويت ده بيكتب عادي انتروم 3 بس بيخليه ان هو ينهبت بس فاكتور 10. طيب خلاص الحمد لله عملنا انهبت الفاكتور 10. بعد كده احنا هنديهم ايه؟ اللو موليكولار ويت مش عارف ان حاجه سيلكت شويه حاجه احسن من الهيبرين. طب هنديه حاجه سيف جدا اللي هي ايه؟ سبكوتينوس. السبكوتينوس ده حاجه سيف عن الانترافاسكولار، الانترافاسكولار بيعمل حاجه كتيره جدا، فاحنا هنديه سبكوتينوس. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها فوندا اللي هي كانت فوندا فوق دي. طيب فوندا دي بتعمل ايه؟ برضو عادي بنت مصطنع اللي هو ايه عملناها سنس اللي هي اسمه ايه سنسيتك، يعني فوندا دي بنت مصطنع اللي هي سنسيتك عملنا يعني هي مش جايه حاجه طبيعيه زي الهيبرين كده. الهيبرين موجوده في جسمنا اصلا او ان احنا مستخلصينه مش عارفه من امعاء خنزير واللنج بتاعت البقره، فده حاجات يعني بتاع، لكن الفوندا دي مصطنع اللي هي سنسيتك. طيب هنديها ايه؟ برضه هنديها عادي سبكوتينوس لان الحاجات السبتايت تحت الهيبرين دي حاجه احسن منه، فهنديه سبكوتينوس عادي بقى. هو بيقول ان هي بيخرج عن طريق الكدني ومش عارفه ايه، برضه بيبايند مع الانتي ثرومبين 3 وبينهبت فاكتور 10، برضه ده دي سيلكتيف ان هو بينهبت فاكتور 10. هي الصورة مش باينه قوي بس هو يعني انا كاتبه ان هو بجود انجلش مع ايه مع الانتروم 3 بينهبت فاكتور 10. ده انا جبتها ازاي؟ يعني ان هي الفوندا دي بنت فهتتجوز او هتتخطب للانتروم 3 وهينهبت فاكتور 10 بس. طيب ما علينا كده البرنتال خلص، ندخل على الاورال. الاورال كان عندنا 3 دايركت واحده وارفرين. طيب كان ايه؟ كان عندنا عادي الورفين اللي هو فيتامين كي انتاجونست، وكان عندنا الثلاثه الدايركت اللي هو دايركت اور انتي كواجولانت ودايركت فاكتور اكس انهبيتور اللي هو الريفارو اكس اي بان ده والاي بي اكس اي بان. تمام احنا هنحفظها ايه؟ ريفارو واي بي، برضه هنلاقينا مسكمينها هنا بطريقه برضه. بعد كده عندنا الاخر دايركت اللي هو دايركت ثرومبين انهبيتور اللي هو دابيجا ترين. يبقى عندنا كده ثلاثه دايركت واحده وارفن. اول ما نشوف حاجه فيها دايركت هنعرف ان هي تبع الاورال في الانتي كواجولانت على طول. طيب بيقول بقى اول حاجه هنا الوارفرين. في الاول احنا طبعا اتفقنا ان الاورال ديها سلو اونست وشورت ولونج ديوريشن، سلو اونست ولونج ديوريشن. طيب والله دول الوارفرين ده بيروح يمسك في البلازما بروتين، حاجه مهمه جدا احنا برضو نعرف انها
بيمسك في البلازما البرتين عشان هنلاقي الحاجات اللي ضده او معاه بتشتغل على الموضوع ده. وكمان نعرف ان هو بيحصل له ميتابلايز في الليفر بالمايكروزومال انزيم بتاعت اللي هو كان سيتوكروم بي 450 ده. المهم ان هي بيحصل له ميتابوليزم في الليفر بالانزيم بتاعتها المايكروزومال انزيم، وكمان بيروح يبايند مع البلازما البروتين وبيخرج عادي على طريق الكدني، ودي اورال خلاص عادي. طيب بيقول بقى هنا ان الورفرين ده الورفرين عادي بيروح يمسك في البلازما بروتين، بعد كده هنكسره بانزيمات الكبد اللي هو هنا الحته اللي انا كاتباها دي. طيب بعد كده الميكانيزم بتاعه ايه بقى؟ والله هو بيروح على الفيتامين كي، بيمنع ان هو يحصل له ريدكشن. هو الفيتامين كي الطبيعي انه لما نيجي من صدمه في تكوين البروثرومبين فاكتور اللي هي البروثرومبين فاكتور 1972 دي. طيب هو بيعمل ايه؟ هو بيبقى في الحاله الريديوس، بعد كده احنا عشان نستخدمه يعني في تصنيع الفاكتور دي بنخليه سلو اكسايد، بيحصل له اكسايد اللي هو اكسده يعني. تمام سلو اكسده، بعد كده هو الوارفرين ده بيروح يمنع الموضوع ده. طيب بعد كده المهم لما هو هيروح يمنع الفيتامين كي فمش هيتكون بقى البروثرومبين سينثيسيس فاكتورز دي اللي هي 1972، فخلاص هو راح بوظ موضوع انه يتحول لفيتامين كي فخلاه مش نافع، فقلل البروثرومبين سينثيسيس بتاعت 1972. طيب هنراقبه ازاي؟ بالبي تي، البي تي اللي هي بروثرومبين تايم. لو الورفرين ده زاد ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل لنا نزيف وحساسيه. هو يعني مش زي الهيبرين بس هو وحش قوي في حته انه بيعمل في ناس الحوامل يعني بيعملوها بيعمل للجنين تراتوجينستي اللي هو تشوهات خلقيه وحاجه كده. فالمهم هو مش ذاكر يعني في الدرس بس هو يعني ذاكر هنا بيعمل هيمريدج والرجي او سنس او هايبر سنسيتي يعني. طيب الورفرين ده عنده اصحاب واعداء، اصحابه اربع فئات بيوجبوا معاه يعني وبيزودوا البليدنج، مش احنا قلنا انتي كواجلانت يعني بيمنع التجلط فبالتالي بليدنج، فهما الحاجات دي بتزود البليدنج ان هي يعني بتوجب مع الورفرين ده. طب اعدائه هيعمل ايه؟ لا اعدائه دول هيمنعوا هيمنعوه يعني يعمل، فهيعملوا ثرومبس يعني هما الاعداء بتاعته هيعملوا ثرومبس عكس اللي هو كان بيعمله. طب ما علينا، يعني ان اصحابه دول اربع فئات. فين اربع فئات؟ اشتغل. طيب ايه؟ ماشي. المهم ان عندنا حاجات بتمنع تكوين الفيتامين كي بيواجهه معاه ازاي؟ عن طريق اربع حاجات، يا اما هيمنعه تكوين الفيتامين كي اصلا اللي هو رايح يشتغل عليه، يا اما هيمنعه امتصاص الفيتامين كي. والله لو الفيتامين كي عادي واتكون وعدى، لا احنا بقى هنمنع امتصاصه اللي هو امتصاصه علشان يشتغل اللي هو يكون البروثرومبين فاكتور ده. طيب يبقى احنا كده منعنا الفيتامين كي ومنعنا تكون يعني الفيتامين كي ومنعنا مره امتصاصه، مره كده مره كده يعني، ناس هتعمل كده وناس هتعمل كده. طيب بعد كده راحوا مسكوا مثلا في البلازما بروتين اللي كانت حبسها، مش هو احنا قلنا ان هو بيبايند على البلازما بروتين؟ لا اصحابه دول بقى هيروحوا يمسكوا في البلازما بروتين ده هيشغلوهم كده، والورفرين يعدي من البلازما بروتين ويروح يشتغل ويعمل الاكشن بتاعه. تمام ده كده تالت شله من بتاعته. رابع شله بقى هتعمل له ايه؟ هيقلل خروجه من الجسم. يعني ايه؟ يعني اسمه ايه، مش هو كان بيخرج وكان بيحصل له ميتابلايتس في الليفر مش عارفه ايه كده؟ لا هو هينهبت كل ده فهيخليه يطول شويه في الجسم، هيقلل خروجه من الجسم، هيخلوا الجسم يعني صايم عنه. المهم دي سكيما برضه. طيب ما علينا، يبقى احنا منعنا تكوين الفيتامين كي وهيمنعوا تكوين الفيتامين كي وهيمنعوا امتصاص الفيتامين كي وهيمسكوا في البلازما بروتين بداله اللي كانت حبساه، وبعد كده هيقللوا خروجه من الجسم. طيب ايه بقى الحاجات دي؟ هنعرف اساميهم دلوقتي. طيب الحاجات اللي هتمنع تكوين اصلا الفيتامين كي اللي هي هتروح تنهبت البكتيريا فلورا اللي كانت بتكونه اصلا، اللي هي زي ايه؟ زي الانتيبيوتيك البروسبكتم انتيبيوتيك اللي هو الانتيبيوتيك الواسع مجال ده، فيروح يموت البكتيريا النافعه والضاره، فكده الانتيبيوتيك هتروح تمنع تكوين الفيتامين كي. طب التترا سايكلين نسكمها ازاي مثلا؟ التترا سايكلين مش عارفه الصراحه مسكمها ازاي، ولكن المهم ان الحاجات اللي بتمنع تكوين الفيتامين كي اللي هتروح توقف او تموت بكتيريا فلورا دي زي الانتيبيوتكس والتيترا سايكل. طيب حاجات بقى اللي هتمنع امتصاصه، هنحط مش هو كان بيمتص في عادي في الجي اي تي او كده، احنا هنحط على الجوت بتاع الجي اي تي ليكويد بارافين، يعني هنغطيها كده بشمع، فاحنا لما نغطيها بشمع يعني زي ايه ان هم راحوا وقفوا كده عليها اصحابه كلهم كده عملوا صف وراحوا وقفوا على الجي اي تي كله وهيمنعوا امتصاصه كده خلاص، اللي هو زي الليكويد بارفرين بارافين بارفين ايه ليكويد بارافين اللي هو شمع يعني شمع البارافين ده. طيب عندنا بقى ناس هيروح يمسكوا في البلازما بروتين بدل اللي كانت حبسه، وهو هيروح هيشتغل بقى اللي كان بيعمله زي ايه؟ عندنا زي مثلا الانتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين والفين بيتازون
الانتي انفلاماتوري دراجز ده اللي هي زي الاسبرين يعني اللي كنا بناخده ده، والفينايل بيتازون احنا كنا واخدين قوي كتير قوي في المديول الاول الانتي انفلاماتوري دراجز دي، الصراحه مش فاكراها لكن هو دول منهم يعني، والكلو فايبريت، كلو فايبريت الصراحه مش عارفه مسكبها ازاي، كلو فايبريت نعرف ان هي كلو فايبريت والانتي انفلاماتوري دراجز، كلو فايبريت والانتي انفلاماتوري عملوا ايه؟ راحوا مسكوا في البلازما بروتين، كلو يعني مثلا راح اتكلت البلازما بروتين ماشي، كلو فايبريت راح اتكلت البلازما بروتين، والانتي انفلاماتوري دراج راحت يعني ايه نايمتها كده وراحت مسكت فيها تمام، يبقى الانتي انفلاماتوري دراج راحت نايمه البلازما بروتين ومسكت فيها، والكلورفينيكون راح كل البلازما بروتين وقعد عليها اي حاجه بقى. طيب الحاجات بقى اللي هتقلل خروجه من الجسم هي انهبيت الميتابولايزنج انزايم بتاع الوارفارين زي الكلورفينيكول والسايميتادين، انا كان بقى ايه خلوا الجسم صايم عنه فما خرجهوش يعني، واكلوه فينيك مش عارفه ايه الهبل ده بس المهم يعني نحفظها كده، كلورفينيكول فينيك اكلوه فينيك، وهو كان صايم سيتامين ده مش عارفه اسمه ايه، سايميتادين وكلورفينيك كلورفينيكول، السايميتادين والكلورفينيكول هيروحوا يعملوا انهبيت للميتابولايزنج انزيم بتاع الوارفارين ده اللي كانت بتخرجه يعني، لا هو هيخليها ما تخرجش، لا هيروحوا كده مثلا ايه يعملوها يعني. المهم بعد كده اعداء الوارفارين ده اللي هم بقى هيعملوا عكس اللي كان بيعملوا، هيكونوا ايه؟ هيكونوا ثرومبس زي ايه، عندنا حاجات هتروح تمسك في الدراجز اللي كانت في الجلط دي فيها يعني مش هتخليه يشتغل، زي ايه؟ زي الكلوسيترامين ماشي، الكلوسيترامين هيروح يمسك في الدراجز دي. طب ال جرايسوفالفين وريفامبيسين باربيتروتس، الباربيتروتس دي اللي هي الحاجات اللي ضد التشنجات وكده. طيب رفاعي برضو، رفاعي ومراته فولفين، مراته فولفين اي حاجه نقلها فولفين اللي هي بتاعه اعدائه، رفاعي ومراته فولفين مجانين هيعملوا ايه؟ هيمنعوا خروجه من وهيزودوا خروجه من الكبد، هما اتجننوا وهيزودوا خروج الوارفارين ده من الكبد يعني اللي هو هيزود الميتابلايز بتاعه والاكسكيوشن كده. طيب يبقى رفاعي ومراته فولفين، مش عارفه الصراحه كان اسمه ايه اللي هو جرايسو فولفين، ايه فولفين وخلاص، رفاعي ومراته فولفين مجانين اللي هو الباربيوتريز ده. طيب دول هيعملوا ايه؟ هياكتيفيت الهيباتيك مايكروزوم انزايم فهيزودوا الميتابلايز بتاع الانتي جوالين دراجز كلها اصلا. تاني حاجة حاجات بقى بتزود الكلوتينج فاكتور اللي هو اصلا عمل لها انهيبيشن، ده انهيبيشن مش يعني اتفقنا ان الانتي كواجلان ده بتروح تحاول ان هي تقلل الكلوتينج فاكتور، لا الحاجات دي بقى اللي هتزود الكلوتينج فاكتور زي الكونتراسيبتيف، الاورال كونتراسيبتيف اللي هي حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل هتروح تزود الكلوتينج فاكتور عشان فيها استروجين والحاجات المصنعه دي بتروح تزود الكلوتينج فاكتور. يبقى كده عندنا اصحابه عملوا زودوا او وجبوا معاه في شغله، اعدائه عملوا عكس اللي كان بيعمله او عكس اللي كانوا بيعملوا اصلا كل الكونتراسيبتيف يعني مش الوارفرين بس، في حاجات مختصه بالوارفرين وحاجات مختصه بالانتي كوايلين كلها. طيب تاني حاجه عندنا بقى تاني محور اللي هو كان بيتكلم عن الانتي ثرومبوزز، الانتي ثرومبوزز ده نعرف ان الحاجات دي كلها هتزود السايكليك ام بي، ولما تزود السايكليك ام بي هتمنع ان البليتلت اجريجيشن، هتمنع البليتلت اجريجيشن يعني البليتلت دي اول ما تشوف السايكليك ام بي بتتجنب بتخاف جدا تتحرك من مكانها فبتفضل مكانها وما بتعملش اجريجيشن ولا هتتحرك من مكانها خالص. زي ايه؟ زي عندنا الاسبرين، الاسبرين ده كان بيروح بينهبت الكوكس اللي هو كنا واخدينه في البايو المديول الاول، فبيروح ينهبت الكوكس فبينهبت الثرومبوكسان اي 2 والبروستاسايكلين برضو، بس احنا لما في اول الموضوع يعني بينهبت الاثنين، بعد كده البروستاسايكلين ده بيعلى فبيعمل الموضوع ده اللي هو الانثرومبوزز. البروستاسايكلين اصلا هنعرف تحت انه عكس الثرومبوكسان اي 2 بيحاول يخلي يحصل بليدنج يعني او يحصل ما يكونش جلطات. طيب كده خلصنا الاسبرين بيروح ينهبت الثرومبوكسان اي 2 والبروستاسايكلين يعني عدلناه شويه، البروستاسايكلين ده عملنا منه حاجات متعدله او السينثيتك يعني شويه منه زي البيرا بروست، البيرا نعرفها زي بروست عادي بروستا، بيرا يعني عدلناه شويه بقى مسطول مش عارفه ازاي بس بروستاسايكلين بيرا بروست اسمه بيرا بروست، البروست تبع البروستاسايكل عندي والبيرا بقى مسطول، عملنا واحد شويه بقى مسطول هو بيرا بروست. طيب ثاني حاجه عندنا السلفين بيرازول، السلفين بيرازول ده هيخلي البليتلت مسطوله مش قادره تتحرك فينهبت البليتلت اجريجيشن، يبقى سلفين بيرازول سلفني بيرا عشان نخلي البليتلت مسطوله مش قادره تتحرك تمام. عندنا رابع دواء البنتوسيلو، يعني اسم طويل كده بس نحفظها كده بنتوسيلو. ايه بنتوسيلو ده هيعملوا ايه؟ بنتوسيلو دول
هيقللوا البلات فيسكوسي، فلما يقللوا البلات فيسكوسي هيزودوا البلات فلو، فهيخلوا ان البليت مش هتقعد في المكان، مش هتقعد يعني في المكان. هو عارفين ان السلو بلاد فلو بيخلي الحاجات دي تتراكم وكده، لكن لما نقلل الفيسكوستي هيعمل رابط للبلاد فلو. بعد كده عادي بقى يعني محفوظه ازاي ان هي بنت وسيلو، ما نحفظ الاسم الطويل ده عمرنا ما هننساه اصلا، مش هننسى بنت وسيلو دي لو حفظنا الاسم الطويل. نحفظ ان بنت وسيلو بيقللوا البلاد فيسكوستي، وكمان هم احنا عارفين ان كلهم بيزودوا السايكليك ام بي. وكمان في حاجه ان هو بيقول انه بينهبيشن البليتلت فوسفو داي استريز. هنعرف اللي تحتها ان الداي بيريدامول، داي بريدامول ده بينهبيت البليتلت فوسفو داي استريز، وبرضه بيزود عادي السايكليك ام بي. فداي مع داي، داي بريدامول مع فوسفو داي استريز، داي وداي. نزود بقى عليها ان هي البنت وسيلو برضو بتعمل الموضوع بتاع الداي ده، اللي هما اتنين ماشي. نعرف ان هي البنت وسيلو دول اتنين داي، فهي برضو هي انهبيشن البليتلت فوسفو داي استريز. تمام. في بقى والله حاجات كده اللي هي بتاعت الكلو بي دي، مش عارفه والله اقراها، اللي هي رقم 2 ورقم 6 في صفحه 6 في ملف زيتونه. الادويه دي انا بصراحه انا مش عارفه احفظها، يعني انتوا عارفين تحفظوه احفظوه، انا عن نفسي انا مش عارفه احفظه، حاولت وما عرفتش. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا يعني ايه خلتني في تسامح مع نفسي ومش عارفه احفظه. اللي هي نمبر 2 و6، اللي انا مش عارفه اي بي مش عارفه ايه كده، وابتي مش عارفه ايه، وكلو وتايكلو انا مش عارفه احفظه. فما علينا، انتوا عايزين تحفظوهم احفظوهم، اعملوهم بمعرفتكم انتوا. طيب هنستخدم بقى الموضوع امتى؟ الانتروم بالذات هنستخدمه امتى؟ والله هنستخدمه الوقايه، الوقايه خير من العلاج، احنا هنتفق على الموضوع ده في كذا حاجه برضو النهارده، الوقايه خير من العلاج. بعد كده والله لو احنا عاملين عمليات جراحيه وخايفين مثلا انه يتكون ثرومبس او حاجه، ندي برضو ده كبروفلاكتس يعني بعد العمليات الجراحيه، اللي هم نمبر 2 انا مش حافظاهم، الكلو والتايكلو. كلو والتايكلو بنستخدمهم بعد العمليات الجراحيه. طيب لو مريض بقى مثلا عنده انستيبل انجينا وعنده مايكارين انفراكشنز، هنديله الاسبرين او داي بريدامول، بريدامول داي بريدامول والاسبرين. الاسبرين ده احنا اصلا معروف يعني الناس الكبيره دي بتاخد اسبرين علشان يعني تعمل شفاف الدم، ما يبقاش ان هو عرضه لتكون جلطات. فاحنا المايوكاريا انفراكشن والانجينا الحاجات دي بتيجي اكتر في الناس الكبيره، فنديهم ايه؟ نديهم اسبرين. والداي بريدامول، داي بريدامول داي ده يعني عشان هم حاجتين انجينا ومايوكاريا انفراكشنز، فندي الداي. طيب تاني حاجه بقى عندنا البنت والسيلو. البنت والسيلو دول بنتين يعني ساقعين واطرافهم ساقعه كده، فاحنا هنعالج بيهم البريفرال فازيكولار ديزيز، اللي هو يعني لو عندنا ايه الاطراف بتبقى ساقعه يعني كده، البريفرال فازيكولار ديزيز ده، فاحنا هندي السيلو والبنت دول. طيب ايه السايد افكت بتاعهم؟ والله بيعملوا عادي بليدنج، وهيعمل جي اي تي ابسنت، ومش عارفه يعملوا ريزيستنت سبيشالي، مش عارفه ايه حاجات كده مش فاهماها، اللي هي رقم 2 سايد افكت ده انا بصراحه انا مش عارفاها، في صار طلاسم كده ويعني ايه منين بيودي على فين. المهم ان هو يعملوا بليدنج عادي، كل الحاجات دي بتعمل بليدنج اصلا، سايد افكت بتاعها لما بتزيد، وهيعمل جي اي تي ابس. طيب اخر بقى حاجه عندنا، بس لسه في صفحه طبعا، اخر حاجه يعني في الثلاث مواضيع الاساسيين اللي هي الفايبريونيتكس. الفايبريونيتكس دي حاجات هتحل الغلطه اللي اتكونت، يعني احنا كوننا غلطه اوريدي هنحللها، اللي هو ايه هنريديوس السايز بتاعها. طيب بعد كده هيقول ان هي كل الادويه دي بتعمل ايه؟ بتحول البلازمينوجين لبلازمين، يعني دول بيدغدغوا الفايبرين وابوه، اللي هو الفايبرين والفايبرينوجين. يبقى هما ايه؟ البلازمين ده لما يتحول، هو كان ان اكتيف، اللي هو البلازمينوجين ده كان ان اكتيف، لما يتحول بلازمين هيدغدغ الفايبرين وابوه، اللي هو فايبرين وفايبرينوجين. طيب بعد لما يدغدغهم هيحول الفتافيت، اللي هو الاف دي بي. الاف دي بي الاف دي بي الاف دي بي ده ايه؟ فريجمنت مش عارفه ايه، فريجمنت ديجراديشنز برودكتس، فريجمنت انا اتاكد منها برضه، مش فريجمنت احنا اشتغلنا شويه الموضوع ده، اسمها فايبرين ديجراديشنز برودكتس، يعني الفايبرين المتكسر حته صغننه. تمام فايبرين ديجراديشن برودكتس. طيب هما ثلاث عائلات، عائله فايبرين نون سبيسيفيك، وعائله ريليتيفلي فايبرين نون سبيسيفيك، وعائله سبيسيفيك. يبقى عندنا فايبرين نون سبيسيفيك، ومره فايبرين سبيسيفيك، ومره في النص كده ريلاتيفلي فايبرين نون سبيسيفيك. طيب النون سبيسيفيك هناخد الستريبتوكاينيز واليوروكاينيز. النون سبيسيفيك الحاجات الموجوده في جسمنا، الستريبتوكاينيز الستريبتو دي ستريبتوكوكا يعني اللي هي بكتيريا يعني، فستريبتوكاينيز واليوروكاينيز. طيب دي كده نون سبيسيفيك عشان هي موجوده عليه في جسمنا. ندخل بقى على الريلاتيفلي فايبر نون سبيسيفيك، اسايل بلازمينوجين سبيسيفيك اكتيفيتور كومبلكس، ايه هي؟ اي بي اس اي سي.
المهم ان الاي بي اس في زي دي الطويل الاسم طويل ده، لو لقينا الاسم طويل دي حاجه ريلاتيف، يعني هو عشان اسمه طويل فحاجه ريلاتيف، ريلاتيف نون فايبر نون سبيسيفيك. طيب عندنا الفايبر سبيسيفيك التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور التي بي اي والبرو يورو كايناز. هو كان اليورو كايناز ده كان ايه؟ كان نون سبيسيفيك، احنا حطيناه برو بقى برو يورو كايناز، بقى الحمد لله سبيسيفيك. وعندنا كمان التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده اسمه محترم كده، فهيبقى ايه سبيسيفيك، اللي هو التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده اسمه محترم هيبقى سبيسيفيك. واليورو واليورو كايناز كان نون سبيسيفيك حطيناه قبله برو، بقى مننا وعلينا كده برو اخونا فبقى سبيسيفيك. طيب تاني حاجه بقى عندنا جايب كده جدول طويل عريض ومش عارفه مدينا السورس والاكشن والاذر، احنا نعرف فيهم ايه؟ نعرف ان الستريبتوكاينيز ده نون سبيسيفيك واليورو كاينيز نون سبيسيفيك والتي بي اي كان سبيسيفيك وده اكتر حاجه سيف وهو نون جينيتك نون انتيجينيك، يعني مش انتيجين للجسم، يعني هو سيف جدا على الجسم وبيكون اكتر حاجه يعني سبيسيفيك وسيف ونون انتيجينيك اللي هو ايه تي بي اي. طيب الاسم الطويل ده اللي هو كان طويل خالص ده بيتكلم عنه ايه؟ بيقول ان الاسايل بلازمينوجين سبيسيفيك اكتيفيتور كومبلكس هيعمل ايه؟ هو الاسايل جروب دي بتحمي الكومباوند ده انه يحصل نيوترلايزنج بالانتي بلازمين، مش ده اصلا يعني بلازمين يعتبر بيكون بلازمين، فعندنا حاجات انتي بلازمين ضد الحاجات دي، فهو الاسايل جروب دي بتمنع ان يحصل لها تحلل من الانتي بلازمين ده. طيب بيقول انه برضو بيحاول عادي البلازمينوجين بلازمين ومن ضمن المميزات بتاعته ان هو رابط اكشن وجريتر كلوت سيلكتيفلي، يعني ايه؟ بيكون سيلكتيف قوي على الموضوع الكلوت ده، انه بيبقى مور اكتيف انه يحول البلازمينوجين لبلازمين، يعني هو اكتيف قوي يعني وبيكون رابط في الاكشن. طيب هنستخدمه امتى بقى المواضيع دي؟ لو عندنا حاجات مسدوده زي ايه؟ زي البالمور امبوليزم، يعني البالمور اللي هو الشريان الرئوي في جلطه، لو في دي فين ثرومبس وكرونيك ثرومبس، عندنا المحاور الثلاثه، يا اما هيحصل ثرومبس في البالمونري او اللنج يعني الشريان الرئوي ده، يا اما هيحصل في الديب فينز الفينز اللي هي عميقه دي ثرومبس، يا اما كرونيك ثرومبس. الحاجات دي يعني تقريبا اهم ثلاث حاجات ممكن يحصل فيهم ثرومبس وخطر جدا، فاحنا نمسك الحاجات المسدوده دي بالمونري امبوليز ديب فين ثرومبس وكرونيك ثرومبس. طيب لو زادوا بقى هيعملوا ايه؟ يعملوا عادي استنبه نزيفه حساسيه، هنوقفهم ازاي؟ ستوب انفيوجن وبلاد ترانسفيوجن، في سجع في الموضوع، ستوب انفيوجن نستوب ان احنا ندي الادويه دي اصلا، ستوب انفيوجن ونعمل بلاد ترانسفيوجن. معظم الادويه دي ان احنا بنعاين التوكسيسيتي بتاعها بلاد ترانسفيوجن اصلا. طيب بيقول ان هو مهم جدا ان احنا نستخدمهم بحذر ونتابعهم على طول، يعني وممنوع في الناس اللي عندهم ايه بقى؟ الناس اللي عندهم اولد مايكار انفراكشن، يعني لو حد كان عنده مايكار انفراكشن ممنوع ان احنا نستخدم معاه الحاجات دي. لو ناس عندهم نزيف في المخ سيربرال هيموريدج ممنوع برضو نستخدمه، في جي اي تي بليدنج ما ينفعش برضو نستخدمه، دول اصلا يعني ايه بيمنع تكوين الجلطه، واحنا لو في بليدنج او في مثلا اي الحاجات دي احنا بنبعتين اصلا نكون جلطه، فهم ممنوع في الناس دي كوندر اندكيشن في الناس دي. ايه تاني؟ ان هم بعكسهم، لو احنا خدنا انتي بلازمين ما ينفعش ناخدهم مع بعض، يعني انتي بلازم ما ينفعش يتاخد مع الفايبرونوليتكس اصلا. طيب عندنا ايه تاني؟ في الناس اللي عندهم هايبر تنشن، يعني دول برضو بيزودوا بيعملوا هايبر تنشن، فممنوع من الناس اللي عندهم هايبر تنشن. يبقى الناس اللي ممنوعين من الحاجات دي اللي عندهم هايبر تنشن، اللي كان عندهم قبل كده مايكار انفراكشنز، لو عندهم نزيف في المخ، لو عندهم نزيف في المعده، والحاجات اللي عكسهم نحفظها ازاي؟ اتنين نزيف، واحده مايكار انفراكشن، واحده ضغط عالي، مايكار انفراكشن مع الضغط العالي. لو واحد عنده مثلا جلطه في القلب هيكون ايه؟ متعصب على طول وضغطه عالي، واتنين نزيف في المخ والمعده، واللي هم عكسهم ما ينفعش، اكيد احنا مش هندي حاجه اجنس مع انتاجنس مع بعض، يعني فايبرينيتك ما يتاخدوش مع الانتي بلازم. كده خلصنا اول صفحه الحمد لله، ندخل بقى على اخر صفحه. اخر صفحه دي هنكمل موضوع اللي كنا بنتكلم فيه في الاورال انتي كواجلانت. كان عندنا حاجات وارفارين ودايركت، الدايركت عندنا بتستخدم كبروفلاكتس، يعني عندنا حاجات دابيجاتران والاكس اي انهيبيتور. اكس اي انهيبيتور قلنا الريفاروكسام بان والاي بي اكس اي بان، المهم ان هي في اكس اي اكس اي في النص نعرفه من ايه؟ اكس اي انهيبيتور. الاكس اي انهيبيتور ده بتكون تبع الاورال انتي كواجلانت بس دايركت، تمام. وعندنا الدابيجاتران، يعني ايه؟ مش مهم الاسم انا كاتباه ده، بس دابيجاتران. طيب المهم ان حكايه بقى رحله العلاج للانتي كواجلانت، نرجع تاني للانتي كواجلانت. الانتي كوجلان ده رحله العلاج بتاعته بتبدا ازاي؟ احنا يعني الفروضه بتاعنا مين؟ الهيبرين والوارفارين، هنديهم مع بعض، هندي الهيبرين
وجوزها وارفرين، يعني نفترض كده ان هيبرين دي هبه وجوزها وارفرين، هنديهم مع بعض، ماشيين مع بعض، هنديهم مع بعض في البدايه خالص. بعد كده هبه هتعمل مشاكل، هبه دي مجنونه بتعمل سايد افكت كتير جدا، هنوقفها بعد بعد يومين 48 ساعه، لان احنا بنديها حقن، فالحقنه دي ما ينفعش. هبه اهدي هبه، خلاص مش هندي هبه في الاول، هنكمل بوارفرين. بعد كده يعني هنديهم للناس بقى اللي بيعانوا من الحاجات المسدوده، لان دي يعني ضد غلطه، فهنديهم للناس اللي عندهم حاجات مسدوده زي الماي كارن انفراكشن، بالموري امبوليزم، نفس الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها في الفايبرينوليتيك، دي فينس ثرومبس، لما ننقل دم، لما ننقل دم او ننقل اعضاء مثلا، نديها نعمل الانتي كواجلانت. احنا طبعا عارفين في البروتانسفيوجن بنحط انتي كواجلانت عشان يمنع تجلط الدم. طيب والوقايه خير من العلاج، بروفلكسس للناس اللي معرضين ان يجيلهم جلطه اصلا. ممنوع بقى للناس اللي عندهم ايه، اللي عندهم جرح وبينزف ومش عارفه ايه وكده، الناس الاول عندهم هايبر سنسيتيفيتي من الحاجات دي اصلا، الحاجات دي بتعمل هايبر سنسيتيفيتي، حساسيه والرجي وكده، فالناس اللي عندهم هايبر اصلا هايبر سنسيتيفيتي ما نديهمش. الناس اللي عندهم مثلا هيموفيليا، ما هي دي اصلا بتعمل بليدنج، لو زادت هتعمل بليدنج، فالناس اللي عندهم سيوله في الدم اصلا ما نديهمش. تاني حاجه الناس اللي عندهم ايسوفيجال فيرسز اللي هي دوالي المريء، بيبقى عندهم اصلا الفينس بتاعهم بنحسها متضخمه كده وخلاص هتربشر فيها فاز دايليتيشن، فاحنا لو ادينا الحاجات دي هتزود الهايبر تنشن او الضغط يعني، ممكن تربشر، فمش هنديهم في الناس عندهم سوبيجال فيرسز. ماشي ايه تاني؟ السترينج ابورشن، الحاجات الناس المهدده او الحوامل المهددين بالاجهاض، برضو مش هنديهم الموضوع ده عشان بيبقى اصلا بلاسينتا يعني ماسكه صغيره خالص، فاحنا لو حصل بليدنج او حصل اي حاجه هنلاقي الموضوع ده نزل وخلاص. الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر، بيبتيك ألسر قرحه، واحنا عايزين اصلا يعني نحاول الجسم يحاول يعمل في القرحه دي مثلا ايه جلطه او حاجه عشان يمنع البليدنج، فما ينفعش نديهم الناس عندهم بيبتيك ألسر اللي هي وكمان في الناس اللي عندهم ان كومينستيتد ليفر سيروز عندهم يعني تليف الكبد، ما ندهمش برده الموضوع ده. يبقى مش هندي للناس ايه، الناس اللي عندهم مثلا هايبر سنسيتيفيتي، هيموفيليا، ايسوفيجال فيرسز، threatened abortions, peptic ulcer, and compensated liver cirrhosis. طيب الواترين برضو بيعمل تراتوجينيستي عادي. طيب ايه تاني؟ عندنا الانتي فايبرينوليتكس، الحاجات بقى اللي ضد الفايبرينوليتكس اللي هي الانتي بلازمينوجين. طيب دول بيمنعوا تحلل الجلطة ازاي؟ ان هما بيوقفوا عمل البلازمينوجين، ما بيخلوش يتحول للبلازمين. عندنا كذا نوع كده منه، اسامي غريبة برضو، اسامي غريبه. المهم ان احنا الانتي فايبرينوليتكس دي بتمنع تحلل الجلطه وبتعمل استابلايز للكلوت اصلا، يعني هي بتعمل بتبروموت الكلوت استابلايزنج، بتخلي الكلوت اللي احنا كونناها، الجلطه اللي احنا كونناها دي اكتر ثبات. طيب يعني نفس عمل الموضوع الكواجيليشن في جسمنا. عندنا انا والله انا ملخصاها الاسامي عشان اسم طويل جدا، لو برضه حافظنا اسم طويل ده احنا ننسى اول حته منه. امين، امين ده بايه؟ بينافس البلازمينوجين. امين بينافس البلازمينوجين، في ساجع برضه بينافس البلازمينوجين اكتيفيتورز، الحاجات اللي بتاكتف البلازمينوجين بتحوله للبلازمين، لا ده بيروح ينافس معايا كومبيتيتيف انهيبيشن. طيب يبقى امين منافس للبلازمينوجين، طيب بلازمين اكتيفيتور. طيب عندنا اينو، اينو ده انالوج للبروستاسايكلين، يعني ضده، الاينو ضد البروستاسايكلين، اينو ضد البروستاسايكلين، ممكن برضه تسكيمها اينو مش مهم، ماشي اينو مش هنقول التسكيمه دي، اينو انالوج للبروستاسايكلين. عندنا بقى التران اكزاميك، مش عارفه التران ترانيكزاميك، ترانيكزاميك اسيد ده انالوج للامينو الامينو كابروك كابروك امينو كاربوك اسيد والبوتا، والله انا برضو مش عارفاها تقريبا، انا برضو كاتباها هنا ماشي. تران ده مدرب فهو مور بوتنت. المهم ان ممكن تيجي في الموضوع الام سي كيو اللي يجي في التران ده نعرف ان تران ده مدرب فهو مور بوتنت، تران مدرب مش مدرب. هو تران ده اصلا تريننج مثلا او كده، بس اول حته تران، تران مدرب فهو مور بوتنت، هو بيقول ان التران ده مور بوتنت وانالوج للامينو كاربوك اسيد ومور بوتنت، نعرف ان هو مور بوتنت. انا كده بقول لهم ان كان هذا سحر فابطلوا، انا والله مش عارفه اصلا اقراها ومش فاهم اصلا الموضوع ده، فهو اللي انا هعرفه في الموضوع ده ايه، ان التران ده مور بوتنت وانالوج للامينو كاربوك مش عارفه ايه اسيد ده. طيب هنعالج بيهم ايه بقى، عكس اللي احنا عكس المحاضره بتاعتنا اللي احنا كنا بنعالج بيهم الانتي كواجولانت يعني او كل الحاجات اللي بتمنع التقلط، كنا بنعالج بيهم ايه، دول بقى هنعالج بيهم عكسهم. هنعالج بيهم مثلا الناس اللي عندهم هيموفيليا، الهيموفيليا الهيموفيليا دي سيوله في الدم، فاحنا مش عايزين يبقى في سيوله في الدم، فهنعالج بالانتي فايبرينوليتيك ده، يبقى هنعالج الناس اللي عندهم هيموفيليا. الناس اللي عندهم هايبر بلازمينيميا، بلازمينيميا اللي هو
هيبوكالسيمينيميا. لو في مثلا حصل توكسيستي او حصل زياده للبلازمينوجين في الدم، لا هندي الموضوع ده اللي هو انتي بلازمين عشان بيقللوا. طب ده اصلا الهايبر بلازمينوجين ده بيزيد في حالات ايه؟ بيزيد في حالات البروستاسايت البروستات البروستات كانسر، اللي هو كانسر البروستاتا يعني، واللنج كانسر، والهيباتيك سيروزز. الهيباتيك سيروز ده جه في مرتين. الهيباتيك سيروز ممنوع نعالجهم بالانتي كواجلانت، بس هنعالجهم بالانتي بلازمينوجين. يبقى الهيباتيك سيروزس ممنوع ان احنا نعالجهم بالانتي كواجلانت، لان موجود برضو في الكونترا انديكيشن في دواء منهم يعني. طيب يبقى الهيباتيك سيروزس ممنوع ان احنا نعالجهم بالانتي كواجلانت، بس هنعالجهم بالانتي بلازمينوجين. وهنعالج بيهم ايه برضو؟ اللان كانسر والبروستات كانسر، اللي هو اصلا بيزيدوا في اللي بيزودهم يعني، او بسبب زيادتهم ان بي فيه هايبر بلازمينيميا، زياده البلازمين في الدم. كده تقريبا خلاص حاولنا لحد ما نقدر نلم موضوع الفارما ونشوف هي راحه فين وجايه منين. فاتمنى ان شاء الله يكون موضوع مثمر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.